أحمده جل في علاه على الآلاء، وأستغفره وأتوب إليه من الزلات والأخطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالبقاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي النقاء والصفاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم يبتغي الفوز والعطاء. أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه المجالس العامرة وفي هذه اللقاءات العاطرة. إخواني الأكارم، لا يخفاكم أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاء، لأنها سنة كونية ومقدر من الله سبحانه وتعالى لا محالة على كل إنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب ومشقة وعناء، فلا يسلم منه أحد. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالابتلاء واقع في هذه الدنيا لا ينفك عنه أحد، سواء كان مسلم أو كافر، بر أو فاجر، ذكر أو أنثى، الكل معرض لهذا الابتلاء. وهذا الابتلاء إخواني الأكارم قد يكون في المال، وقد يكون في النفس، وقد يكون في الأهل. ليس الابتلاء خاصا كما يظن البعض بالموت والمرض وذهاب المال، بل هو أوسع من ذلك. قد تبتلى بولد عاق، قد يبتلى الرجل بزوجة عاصية، قد تبتلى المرأة بزوج عاص لا يخاف الله، وهكذا تتنوع الابتلاءات، ابتلاءات نفسية، ابتلاءات عضوية، ابتلاءات مالية، ابتلاءات كثيرة ترد على الإنسان في حياته. وهذه الابتلاءات إخواني الأفاضل تتفاوت على حسب قوة إيمان الإنسان، على حسب دين الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي حسب ذلك. بقدر الدين، بقدر الإيمان، الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس. اليوم كمعارف، كنظريات، لو تجلس مع أي شخص تكلم عن هذا الكلام يقول: نعم، الدنيا دار ابتلاء، الإنسان معرض للمصائب. لكن لما نأتي إلى الواقع الفعلي، لما تقع المصيبة عليك، هنا الإنسان يدخل الاختبار. كثير من الناس للأسف يرسب. لماذا؟ لأن عنده معارف يتكلم بهذا الكلام، لكن لم يوطن نفسه ماذا يفعل مع هذه الابتلاءات، ماذا يفعل مع هذه الاختبارات. كثير من الناس يصاب بالهموم، كثير من الناس يعني تجثم على صدر الوساوس، بعض الناس يعيش حياة سوداوية، عقدة التشاؤم ما تفارقه، وهكذا الناس يتفاوتون. نقول الكل معرض للابتلاء، لكن المواقف تختلف. المؤمن نظرته تختلف، يصبر ويحتسب وينتظر الأجر عند الله عز وجل، بخلاف الفاجر، بخلاف الكافر. تجد ربما الكافر البعيد عن الله عز وجل قد يلجأ إلى الانتحار والعياذ بالله إزاء هذه المصائب والابتلاءات التي يعرض لها. هذا اللقاء عنوانه زاد المبتلى، الإنسان الذي يبتلى، الإنسان الذي يتعرض للابتلاء، ما هو الزاد الذي يخفف عنه هذا البلاء؟ الكل يحتاج إلى هذا الزاد. لماذا؟ كما قلنا، كل إنسان عرض لهذا الابتلاء، فما هو موقفنا من هذه الابتلاءات، وما هي الأسباب التي تحصننا تجاه هذه الابتلاءات؟ أولا
الزاد الأول تجاه هذه الابتلاءات أن تعلم أنك لست لوحدك في طريق الابتلاء. الكل يبتلى، الابتلاء في الأولين والآخرين، الابتلاء في المؤمنين والكافرين، ما ينفك الابتلاء عن أحد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، قال الأنبياء فالأمثل فالأمثل. يعني لو سلم أحد من الابتلاء سلم أنبياء الله ورسله، هم صفوة خلق الله عز وجل، الله يحبهم، لهم مكانة ولهم قدر، ومع ذلك الابتلاء أتى عليهم. أنت في هذه الدنيا لما تنظر أن الابتلاء الكل معرض له وأنك لست وحدك في طريق الابتلاء، هذا يسليك، هذا يخفف عنك هذا الابتلاء ويخفف عنك هذه المصيبة. أيضا النظرة الثانية تجاه هذا الابتلاء، تيقن أنك ما تبتلى بابتلاء إلا وهناك ابتلاء أعظم منه الله سبحانه وتعالى نجاك منه. الناس اليوم هل ابتلاءهم متساوٍ؟ كلا. الآن لو جئنا إلى فقد بعض الأطراف تجد إنسان مبتورة صبعة، إنسان آخر مبتورة ثلاثة أصابع من يده، إنسان ثالث خمسة أصابع مبتورة، رابع يده مبتورة، خامس ما يملك أعضاء أصلا. فالابتلاءات متفاوتة، لما ينظر الإنسان إلى درجات هذا الابتلاء هذا أيضا يخفف على الإنسان. دائما إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك بابتلاء، انظر إلى من هو أعظم منك. أحيانا تمرض مرض، طبعا الشيطان هذه فرصته، أول ما تمرض تأتيك المصيبة يأتيك يشككك في باب القضاء والقدر. أنت لابد تنظر هنا إلى أن هناك ابتلاءات أعظم، أن هناك أناس أعظم منك ابتلاء، هذا يخفف عليك. أيضا ثالثا مما يخفف علينا عند وقوع المصائب والابتلاء أن هذا الابتلاء لم يقع في دينك. كل المصائب تهون إلا مصيبة الدين، لأن الدين هو رأس المال. تبتلى في مالك، في جسدك، في صحتك، في أهلك، خير لك من أن تبتلى في دينك، لأنك تخسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. أن الإنسان يخسر معنى الدين، فلما يقع الابتلاء الدنيوي تنظر هذه النظرة وتحمد الله أن هذا الابتلاء لم يكن في الدين. وأيضا من الأمور العظيمة التي يتحلى بها الإنسان ويكون له زاد، حسن الظن بالله عز وجل. لا تظن بالله إلا خيرا، الله سبحانه وتعالى اختياره خير من اختيارك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله لطيف بعباده، الله سبحانه وتعالى يختار لك الخيرة. هذه النظرة لما تنظر إليها تجد هذا الأثر العظيم. فالإنسان كما في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. فالإنسان يحسن الظن بالله عز وجل في باب الخوف، في باب الرجاء، في باب الثواب، في باب رفع هذا البلاء. أيضا مما يتحلى به الإنسان تجاه الابتلاءات الرضا والصبر، عبادتين قلبيتين عظيمتين في هذا المقام. في مقام الابتلاءات تتعلم عبادة الرضا لله عز وجل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما هو هداية القلب؟ يقول الأعمش كنت عند قتادة فسئل عن هذه الآية، قال هو الرجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يستسلم لله عز وجل. الصبر، ما أعطي إنسان عطاء أعظم من الصبر.
الإنسان في مقامات الابتلاء يحتاج أن يعزز عبادة الصبر، لأن الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان السماحة والصبر. كأن جعل الدين جزء في الصبر وجزء في السماحة، فيحتاج الإنسان أن يتحلى بهذا الأمر. أيضا مما يخفف عن الإنسان حكمة الله عز وجل، ما من ابتلاء تيقن إلا ولها حكمة عظيمة جدا. الإنسان نظرته للابتلاء ربما دائما ينظر يقول هذا الشر أنا ابتليت به، كم من ابتلاء يا أخوان كان سبب في رجوع إنسان إلى الله عز وجل. أحيانا تجد إنسان غافل بعيد عن الله عز وجل، ما يعرف الصلاة، ما يعرف القرآن، ما يعرف الذكر، ما يعرف الدعاء، يصاب بحادث فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله ويفتح صفحات جديدة مع الله ويجدد العهد بالله عز وجل. إذا كان هذا الحادث نجاة له وخير له، وكم من حادث هو خير مما هو أعظم منه. الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح العبد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، وما من ابتلاء إلا وفيه حكمة عظيمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا عباد الله، مما يخفف علينا في هذه الابتلاءات أن نتيقن إخواني أن الأحزان والبكاء والتسخط لا يغير الأقدار. انظر، الذي يبكي والذي يجزع والذي يعيش معاني الهم والغم، هل تتغير هذه المصيبة في حياته؟ هل تقل هذه المصيبة؟ هل سمعنا يوم الأيام شخص بكى فزالت المصيبة، خفت المصيبة؟ لا. فلا تذهب نفسك حسرات بالبكاء والهموم والأحزان، فإن هذه المصائب وهذه الابتلاءات سترفع بإذن الله عز وجل. فلا يستمر الإنسان في هذه الأحزان فيعيشها نكدا. أيضا أن يدرك الإنسان إخواني حقيقة هذه الدنيا. تصور حقيقة هذه الدنيا، كما يقول بعض عامة الناس ما عليها مستريح، يعني ما حد في هذه الدنيا مستريح، كل إنسان عرضة للابتلاءات. الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى هذه الدنيا أن كله خير وسعادة وأنه لا يمكن أن يتعب أو يمرض أو يبتلى أو أن يفقد حبيب، مستحيل. هذه الدنيا طبيعته أن ممزوج فيه الأفراح بالأحزان، اللقاء بالفراق. هذه الدنيا هذه طبيعتها. لما ينظر الإنسان إلى طبيعة هذه الدنيا تخف عليه المصائب، تخف عليه الابتلاءات. أيضا مما يعين الإنسان ويخفف عليه الدعاء أن يلجأ وأن يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. تنغلق عليك كل أبواب الدنيا، تلجأ إلى من؟ تلجأ إلى من أبوابه لا تخلق، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أم من يجيب المضطر إذا دعاه في الضر، في الابتلاءات، في المصائب العظيمة؟ ما تعلم بأحيانا مصيبة في حيزك ما تريد تخرج هذه المصيبة، تناجي من؟ الله سبحانه وتعالى. أسرار وأخبار بينك وبين الله عز وجل، تخلو بالله عز وجل في ظلم الدياجي، تخلط الدعوات بالدموع، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك هذه الكرب وهذه الابتلاءات. أيضا مما يخفف عن الإنسان انتظار الفرج، انتظار الفرج هذه عبادة. تيقن أن ما من كرب إلا سوف يرتفع، ما من مرض إلا بعده عافية، ما من فقر إلا بعده غنى، ما من هم إلا وبعده سعة بإذن الله عز وجل. فالإنسان يتيقن مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، إن مع العسر يسرا، اليسر من الله عز وجل قادم، لكن الإنسان يصبر ويكون لديه هذه العبادة ويحسن الظن بالله عز وجل.
ويتعلق بالله عز وجل. والإنسان سبحان الله لا يدري كيفية الفرج، أحيانا تنزل المصيبة ببعض الناس يتوقع أن مستحيل هذه المصيبة ترتفع عنه. ذكر بعض أهل السير عن رجل أصيب بالشلل فعجز عنه الأهل وعجز عنه الأطباء، يحاولون يعالجونه بكل الطرق ما استطاعوا علاجه، فقدوا الأمل في علاجه، سائر أنواع الأدوية العلاجات خلاص الرجل أصبح مشلولا لا يستطيع الحراك. في ليلة من الليالي وهو في وسط الغرفة وتأمل أقدار الله، الله سبحانه وتعالى يا إخواني إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، الله سبحانه وتعالى إذا قدر أمر هيأ أسبابه. في ليلة من الليالي وهو في غرفته تنزل عقرب من أعلى البيت، العقرب قاتل، العقرب الناس تفر منه، فينزل على هذا الإنسان المشلول فتلدغ هذا الرجل لدغات، ثم تذهب العقرب عن هذا الشخص فيرتجف هذا الشخص، يرتجف هذا الشخص ويتحرك جسده، ثم يشاء الله عز وجل أن يقوم من مكانه ويمشي. من كان يتوقع أن هذا الإنسان الذي سعوا له بالأطباء بالأدوية أن يعالجوه فما وجدوا العلاج؟ جعل الله سبحانه وتعالى علاج هذا المشلول الذي لا يستطيع الحراك في هذا العقرب. إنها أقدار الله عز وجل، الفرج من الله عز وجل. المهم أن تقوي الصلة بالله عز وجل، اجعل صلتك بالله عز وجل، اجعل علاقتك بالله عز وجل قوية. في الابتلاءات يحتاج الإنسان إلى الصلاة، الصلاة هي قرة العين، الصلاة هي الراحة، هي الاستقرار. يكثر الإنسان من النوافل، يسجد بين يدي الله عز وجل. في الابتلاءات نحتاج أن نذكر الله عز وجل كثيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الابتلاءات القلب يكون فيه من الضيق والحرج، لكن هذا الذكر وترطيب اللسان ومواطأة الذكر بين القلب واللسان كم يخفف على الإنسان، أيضا مما يخفف على الإنسان في هذه الابتلاءات. أخيرا كتاب الله عز وجل، هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل رحمة ونور وشفاء، يلجأ إليه الإنسان في هذه الابتلاءات. كم هجر الناس اليوم كتاب الله عز وجل، يشتكي بعض الناس من الهم والغم والأمراض وتجده بعيد عن كتاب الله عز وجل الذي هو سبب البركة في حياة الإنسان، سبب اللذة والسعادة والصلة بالله عز وجل. أن يكون لك في كل يوم ورد من كتاب الله عز وجل. إذا أخذ الإنسان أيها الأحبة بهذه الأسباب العظيمة خفت عليه الابتلاءات، خفت عنه المصائب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الابتلاءات عن كل مصاب وعن كل مهموم وعن كل مريض. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن تبلغ القلوب قبل الأسماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.